مساء النور المصممة ريم العدل، مساء الخير. مرحبا بك في لقاءات مركز السينما العربية. مرحبا بيكي. سعيدة جدا باستضافة فنانة، أو لنسميك الساحرة، التي تحول أفكارا إلى واقع وتجيد ذلك جيدا. فنانة شابة وطموحة شكرا. تركت بصمتها في مجال الفن. سعيدة جدا لأني سأتحدث عن الألوان، عن الشخصيات، عن المكياج، عن التاريخ الذي تحبه ريم العدل. مرحبا ريم العدل، وشكرا على كل ما تقدمينه. أهلا بيكي، أهلا بيكي. أنا كمان مبسوطة أوي أوي. ريم، هناك الكثير من الأسئلة التي وردتنا على الصفحة، وكثيرون يتساءلون كيف دخلت ريم العدل مجال تصميم الأزياء، خاصة إذا ما علمنا أنك كنت تدرسين فنون جميلة. هي الفنون متقاربة، يعني أنت لازلت في مجال الفن، لكن النحت إلى تصميم الأزياء، كيف كان ذلك؟ انا بدات انا فنون جميله قسم نحت. بدات في الاول مع ياسمين فهمي، معروفه كانت يعني، وياسمين كانت معايا في الجامعه، وهي كانت محتاجه ساعتها حد يساعد، فقعدت معاها شويه تمرين تقريبا سنه وشويه، وبعدين عملت فيلم. وبعد كده حسيت ان انا مش، ربنا كده الهمني ان انا مش صح اللي انا عملته، وان انا مش ده الوقت اللي المفروض اقلب فيه، وان انا لسه محتاجه خبره اكتر. وده كان حاجه من عند ربنا، ان انا ما كبرتش على الموضوع، او ما قلتش خلاص بقى كده انا استاذه يعني. فرجعت تاني كلمت استاذه ناهد نصر الله، واشتغلت معاها مساعده سنه، وبعدين خلصت وسافرت ايطاليا، فلورنس اكاديميه ايطاليانا، درست فاشن وبس، ورجعت بعد كده على الشغل يعني. هي يعني انطلاقة، رغم أنك تنتمين إلى عائلة فنية، لكنك أخذت الأمر كتحدي بالنسبة لك، وقمت بالدراسة ونميت الموهبة التي تمتلكينها. وكان للنساء حضور فاعل في مسيرتك، ناهد نصر الله وكاملة أبو ذكري التي عملت معها في 4 أعمال تقريبا. كيف كان عملين التعامل مع المخرج، وأين تقف حدود مصمم الأزياء في علاقة بالإخراج؟ طيب، انا عملت مع استاذه كامله عملين مش اربعه، واحد الغروب وسجن النساء. هي الفكره ازاي يعني عشان نقولها من الاول خالص كده، احنا بنبدا ازاي نشتغل. انا بقرا سكريبت، وبعدين برسم شخصياته، وبعدين بقعد مع المخرج يقول لي الفيدباك بتاعه، هل انا ماشيه صح، لا انا ماشيه غلط. لو انا ماشيه صح بيبقى خلاص، يبقى احنا استقرينا ان كل شخصيه شكلها عامل كذا، شكلها من اولها لاخرها، مش بس اللبس يعني، شكل الشخصيه، الميك اب، الشعر، كل الموضوع على بعضه شكله عامل ازاي، تحطي الكاركتر على بعضه، وافق المخرج تمام. ببدا اقعد مع كل ممثل، وعلى الممثل انه يبقى مرتاح برضو في اللي انا بقوله، فممكن يزود لي حاجه، انا اقول له حاجه، نوصل لحاجه مريحانا احنا الاثنين. خلاص اتفقنا على كل ده، خلاص ده بيوصل وده زي البايبل كده، ان ده اللي احنا هنمشي عليه للاخر. فمش عارفه قوي السؤال بتاع ايه الحدود، بس هو في الاخر الكلمه الاولى والاخيره لازم المخرج هو يوافق، هو اللي مسؤول عن كل ده. طبعا في اعداد تانية لازم اقعد مع مدير التصوير، لازم اقعد مع ارت دايركتور، لان لازم برضو في البايبل ده يبقى فيه باليت ماشيين عليها، مدير التصوير هيصور ازاي، هي ايه طريقه التصوير، الكاميرا اللي هيستخدمها، كل ده بيوصل في الاخر ان انت تقدري تطلعي العمل على بعضه بالشكل ده. ريم، وأنت تتحدثين الآن عن بعض كواليس تصميم الأزياء، المشاهد والمتفرج من خارج يربط تصميم الأزياء فقط بالملابس، لكن الأمر يتعلق أيضا بتسريحة الشعر، بالمكياج، لتكون الشخصية ملائمة للحقبة التي وجدت فيه. بالظبط، هي الممثل لازم انت بتدي له، هو بيعتبرك كل اللي انت بتعمليه ده بروب اللي هو بيستخدمه،
فانت بتحطيه جوه الشخصيه بتاعته. هو لما اجي اعمل مثلا الاستاذه منى شلبي واحنا بنعمل واحه الغروب، فان هي تبقى بالشعر الاحمر ده، هي من ايرلندا، بشكل الميك اب ده، بالنمش ده، بالشكل ده، ده اللوك على بعضه، مش مجرد اللبس اللي لبسه. عشان كده هو كوستيوم ديزاينر، مش اي حاجه تانية. يعني هي اسمها كوستيوم، الكوستيوم على بعضه ده من اول هنا لغايه تحت، لازم تبقي كل ملمه بكل حاجه، مش مجرد هيلبس ايه او يطلع شكله حلو. يعني مثلا انا مش اهم حاجه ان الممثل يطلع شكله حلو، اهم حاجه الممثل يطلع متصدق. يعني هي نفس منى شلبي في نواره، متصدقه في نواره، هي منى شلبي بس عملت كاثرين، فهي متصدقه في كاثرين او في كل اسبوع يوم جمعه، فانت صدقتيها هنا من اولها لاخرها بقى. هي فعلا من بين الملاحظات التي وردت علينا أنه منى شلبي كانت دائما تقنع وتظهر بالشخصية الصادقة التي تنتمي للمكان والزمان الموجودة فيه. إذا هنا أستاذة ريم، بالنسبة للشخصية، كيف تحول ريم العدل الشخصية الفكرة إلى شخصية واقعية، وأي صعوبات تواجهها ريم؟ هي الفكره، انا لما باجي بشتغل بحط دايما، بحس ان انا بحط نفسي كده مكان كل شخصيه. يعني بحط نفسي كده وببدا اتخيل واشوف الباك جراوند بتاعها لو عارفاه او مش عارفاه. ساعات بقعد مع السكريبت رايتر يقول لي ايه هو الباك جراوند اللي هو شايفه، وساعات انا بحاول اعرف الشخصيه دي كده بخيالي انا، هي كان مين مثلها الاعلى، هي ايه الوانها، هي جايه من انهي بيئه، هي وصلت لايه. كل ده بيأثر على الشخصيه في الاخر. ايه اللي بعمله؟ ان انا بعد كل ده على قلم ورقه لازم ارسمه عشان اقدر اقول ان ده الشكل العام للشخصيه دي. ازاي بنفذه؟ على حسب. يعني الفكره مش فكره صعوبات، لان بعد شويه خلاص بتبقي عارفه ده هيتنفذ ازاي. بس انا مثلا معايا كرو كبير قوي، ميك اب وهير دريسر، يعني عشان تقدري خيالك يروح لبعيد. يعني ما اقدرش، هو مش محدد لي خيالي، ما اقدرش اقول انا عايزه منى شعرها احمر بس انا مش عارفه اعمل ده في مصر ازاي، او انا عايزه خالد الصاوي في ضيف عايزه اعمله اصلع وبنضاره وبكذا بس انا في مصر مش هقدر اعمل ده. فبرضو انك يبقى معاكي كرو ساندك وبيفكر معاكي وبتقولي له انا عايزه اعمل كذا، ده بيبقى بيسهل لك الموضوع وبيخليكي تقدري تشطحي بخيالك كده على كل شخصيه. يعني حينما نحب العمل الذي نقوم به وندخل في تحدي مع أنفسنا ومع المحيط، نحاول كل تلك الصعوبات ونحاول تجاوزها. مثلا في بعض الأعمال التاريخية قرأت لك في بعض الحوارات أنك لجأت إلى بعض أقمشة الستائر لصناعة الملابس لأن الخامة غير موجودة. بالظبط، هم في واحة الغروب احنا كنا بنتكلم في القرن 19 1882، وهي فترة ما اتعملتش عندنا قبل كده، وفترة صعبة جدا، فترة صعبة بكل الحاجات. وانا بحب الديتيلز قوي. يعني بصي، في مدرستين، يعني في ناس بتشوف ان انا مش لازم اعمل التاريخي زي ما هو بالظبط عشان انا ما بعملش فيلم تسجيلي. انا شخصيا بشوف ان انا التاريخي لازم يتعمل زي ما هو، لان انا احب المشاهد يحس انه راح للفترة دي. فما فيش سوست يبقى ما فيش سوست، ما فيش حزمه يبقى ما فيش يعني ده من الحاجات اللي انا بالنسبه لي مهمه جدا وممكن تسبب لي مشاكل يعني. وهو كان ساعتها في القماش اللي كانوا بيستخدموها في الفساتين هي اقرب لاقمشه الكنب والستاير والكلام ده كله. ففعلا كان ده القماش دايما اللي احنا بنستخدمه في واحه الغروب في المنطقه بتاعت كاثرين يعني، او ايرلندا. هي ريم، المسلسلات التاريخية من أصعب يعني الأنواع الدرامية التي يمكن تجسيدها، خاصة إذا كان الشخص مهووس بالتفاصيل مثل ما تحدثت. مثلا في واحد الغروب، كيف تمكنت من تصميم بعض المشاهد، خاصة وأن أهل سوى منغلقين على انفسهم حقيقي. ولا يوجد الكثير من التفاصيل، كيف تجاوزت؟ هي في سيوة بالذات، يعني هو وقت الغروب طبعا احنا اتعمل ريسيرش كبير جدا 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 على كل الحاجات. يمكن سيوة الوحيده اللي ما عرفناش ان احنا نجيب تفاصيلها زمان قوي كانت عامله ازاي. سافرت سيوة وحاولت على قد ما اقدر اقعد مع ناس هناك، وطلبت ان انا اقعد مع ستات، الموضوع صعب جدا جدا.
بس في الاخر قدرنا نعرف خطوط كده اللي كان موجود ساعتها من كتب قرايات مش صور. ممكن تقري كتب حقيقة، الرواية كمان كان فيها شرح كويس للملابس بتاعت سيوة. وهنا استخدمنا شوية الخيال أكتر من الواقع، لأن مفيش سند للواقع. بس مثلا من الحاجات اللي لما رحت هناك وكانت مهمة وكانت معلومة مهمة جدا وعملنا بيها وكانت بيها مع أستاذة كاملة وعملناها في الباليتي في الألوان، إن أنا لما رحت هناك هم عندهم حاجات يدوية كتير فيها بالظبط 5 ألوان. فالخمس ألوان دول إيه؟ دول ألوان البلح، اللي هما الأحمر والأخضر والأسود والأصفر، والأبيض ما بيعتبرهوش لون. فقررنا إن إحنا هنعمل الباليتة الألوان اللي موجودة في سيوة هي الألوان دي، بحيث إن هي تبقى روح الحكاية. وهم فعلا يعني البلد عندهم أي خيط بيستخدموه ليه سبب. فدي من الحاجات اللي خلتنا مثلا نعرف ايه باليتة الالوان او نحطها. انا معرفش هما كانوا بيلبسوا ايه باليتة الالوان اللي كانوا بيلبسوها زمان، بس دي كانت الفكره، ان هنا عندك مساحه شويه ان انت تتخيلي، لان ما عندكيش دوكيمنت صريحه للوقت ده. ربما هو التفاصيل الموجودة في الرواية وزيارتك أيضا لأهل سيوة انعكست في بعض مشهد الفرح وتفاصيل الوجه، حقيقي كان الفرح ظاهر جدا يعني حقيقي انا بحب الفرح ده قوي، بتفاصيل الفرح. هي العادات والتقاليد الحياه كلها اتعملت في المسلسل، في الحلقه، وبيلبسوا ايه الاول وبيعملوا ايه الاول، وبتلبس 7 طبقات، واللون ده بعد اللون ده بعد اللون ده. وده كان يعني انا بالنسبه لي ده ماستر سين لللبس، يعني مثلا في المسلسل، يعني انا بحبه جدا. لاحظت انه حتى في اللقاءات التي تجرينها هناك يصلني انطباع انك تحددين اكثر المسلسلات التاريخيه او تجدين متعه اكثر في التصميم والمكياج لا، المسلسلات التاريخيه. انا بشوف ان انا بحب التاريخي جدا، وبحب الحقيقي كل ما هو حقيقي اكتر من الـ من 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 وبشوفه اصعب حاجه. يعني اصعب حاجه هي انك تعملي حياه حقيقيه، وان اللي قدامك يبقى مصدق الممثل وهو عارف ان ده الفنان الفلاني، ان هو يصدقه في كل لحظه ليه. فدي اكتر حاجه بحبها. يعني انا بحب سجن النسا جدا، سجن النسا مش حقيقي. بحب نواره جدا، مش تاريخي قصدي، نواره مش تاريخي، اشتباك مش تاريخي، بس هي اعمال فيها انك تشوفي احمد مالك فتصدقيه، تفاصيل بقى احمد مالك، تشوفي منى شلبي فتصدقيها في نواره وتحسي انها زيها زي اللي ماشيه وراها في الحاره. ده الاهم بالنسبه لي، ده اللي انا بحبه اكتر من ان انا ابقى بعمل حاجه. يعني انا فكره بتاعت فلانه كانت لابسه حلوه قوي، شيء ما يعني مش الحاجه اللي احبها. يعني انا مش مهم عندي انها لابسه حلو، او فلان كان شكله امور قوي، برضو مش ده اهم حاجه. صدقتيها او ما صدقتيهاش، صدقتيها بقى وهي في الابر كلاس او في اللور كلاس، المهم تبقي مصدقه، دي اهم حاجه. هنا ريم تأخذيننا إلى نقطة مهمة، هي صناعة السينما أو صناعة أزياء السينما من أجل السينما، من أجل الفن كقيمة، بعيدا عن التجاري وبعيدا عن كون ذلك يعني ذلك التصميم أو تلك الأزياء تعجب أحدهم أو لا. هنا نتحدث عن قيمة الصدق للأعمال وقيمة الإقناع. لكن ريم أعتقد أنه ليس من السهل المضي في هذا الطريق، لأنه يأخذ من جهدك، من إلهامك، من وقتك، ولكن في نفس الوقت يقدم لك حب الجمهور، يقدم لك يعني احترام أهل المجال لك. أنا بشوف إن المهنة بتاعتي مهنة مهمة جدا جدا جدا، وبشوف إن الفريم انا جزء منه، يعني مش مجرد واحده بلبس وامشي. يعني انا بحب ان الفريم ده، الفيلم ده، انا جزء منه. يعني لو ليه 4 اضلاع فانا ضلع منهم. وطول عمري بشوف انها مهنه مهمه زياده عن اللزوم. بزعل ان ناس كتير ممكن تبقى شايفاها انها بتلبس حلوه او بتلبس حلو، لا، انا جزء من الدراما، جزء من الفريم، جزء من في مخرج هو اللي مسؤول عن كله، في
مدير تصوير بيعمل الصوره بتاعته، في مهندس ديكور بيعمل الديكور بتاعه، انا الرابعه، انا اللي وما ينفعش اتهاون فيها. يمكن ده اللي بيخليني طول الوقت حابه التفاصيل قوي، وحابه ان انا طول الوقت ابقى مهتمه قوي بالتفاصيل. حاجات كتير قوي 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 ممكن محد بيشوفوا ان انا يعني مش لازم، او هتعدي، او انا ما اقدرش. في حاجات انا بشوفها لما باجي اتفرج ببقى ده بيتعبني، يعني ان انا عندي دقن فيها مشكله، او باروكه بانت في اللحظه دي، باروكه وبيحصل طبعا يعني، بس ده بيعمل لي انا يعني تعب تعب ببقى اتفرج على في حاجات. في افلام ليا بقول هو الفيلم حلو جدا بس انا اوحش حاجه مثلا، يعني لازم تبقي انت شايفه ان انت غلط، وشايفه ان في مشكله هنا لازم المره الجايه ما تحصلش. فيمكن ده اللي بيخليني طول الوقت التفاصيل كبيره 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 عندي يعني. وأنت تتحدثين عن أنه تبقي شايفة نفسك أنت اللي وحشة. يعني تذكرت مرة قرأت لك حوار في حديث عن أريد خلعا. الفيلم إلى الآن يعني حينما يشاهده الناس يستمتعون، الناس يحبون هذا الفيلم، أنا شخصيا أتابعه، لكن استغربت حينما قرأت أنك يعني من ذلك الفيلم كانت انطلاقتك نحو مهنية أكثر وحرفية أكثر. اريد خلعا هو اول فيلم انا عملته، وما كانش عندي اي نوع من الخبره غير السنه ونص المساعده، وده اللي خلاني ان انا لما شفت نفسي لا طبعا يعني هو الفيلم كملابس وككل حاجه فيلم ضعيف 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 جدا يعني، يعني مش ممكن يبقى ده حد ممكن يبقى هيفهم في يوم من الايام. بشوفه بحس ان مش ممكن اللي عمل الفيلم ده يبقى في يوم من الايام عنده حاجه هيفهم فيها، بس في الاخر هي خبرات بتتاخد يعني. انا من الافلام اللي الناس بتحبها جدا سمير وشهير وبهير، وانا بحبه جدا جدا جدا، بس انا احب اعيد الفيلم ده دلوقتي يعني. الفيلم انا كانت خبرتي ساعتها تعمل الحته دي، يمكن دلوقتي لو عدته تاني هشوفه بطريقه تانيه وبخبره تانيه، وحاجات كتير مضايقاني انا لما بتفرج عليه، في حاجات كتير قوي بتضايقني، مع ان الناس بتحب قوي اللبس فيه، وهو كان نقله بالنسبه لي ان الناس تبدا تشوف ان في حاجه اسمها لبس اصلا. بس هو دلوقتي تقدري تعمليه بخبره اكتر وبطريقه اكتر وبفيجن اكتر مختلف، فطبيعي الواحد لما بيعدي سنين بيبقى في حاجات عنده بتتبني اكتر يعني. جيد، هذا هو الجميل ريم، أنه نستفيد من التجارب التي خضناها ونحاول دائما أن نقدم الأفضل، وهو ما تفعله ريم العدل، وهذا ما تتحدث عنه أعمالها، كوميدي، تاريخي، دراما، أكشن، مسرح، سينما، تلفزيون. يعني تقريبا ريم العدل تمكنت من اكتساح كل المجالات التي يكون موجود فيها الممثل، لكن الأهم أنه اليوم حينما نشاهد عمل يمكننا أن نحدد أن هذه بصمة العدل. ريم العدل اليوم لها بس بصمة خاصة بها. في الحقيقة ريم لا أعرف يعني لكم هذه المسيرة القصيرة في الوقت والعميقة في الأعمال، أحيانا تخونني العبارات، لكن أريد أن أعرف ويريد جمهورك أن يعرف كيف تتمكن ريم العدل من الانتقال من الأكشن إلى الكوميديا إلى التاريخ بكل هذه السلاسة وبكل هذا الإتقان، وفي كل مرة تكونين مختلفة عن المرة السابقة. هي الموضوع يعني فكرة السكريبت اللي بيجي لك، أنا مش فارق معايا الحقيقة هو كوميدي أو 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 أو، أنت شخصيات بتتوحدي معاها وبتقرري تشوفي هي هتعمل إيه، ده أو ده أو ده. ففكرة إن أنا بتنقل، هي بتنقل من عمل لعمل، العمل بقى ده هو إيه هو؟ يعني مش حاجة ما بتشغليش دماغي قوي. أنا بعتبر نفسي شخص محظوظ جدا، لأن أنا جالي أعمال مهمة جدا، يمكن ممكن يبقى في ناس أشطر مني كتير، وممكن يبقى في ناس عندها أكتر مني، بس أنا شخص محظوظ بصراحة يعني، محظوظة بحاجات كتير حصلت، محظوظة إن أنا في أعمال أنا عملتها حطيتني في حتة تانية. سجن النساء أنا كنت محظوظة إن أنا أعمل سجن النساء، سجن النساء كان يعني قدرت عملت كل جهدي إن أنا أبقى قده وقد العمل ده.
ففي جزء بيبقى عند اي حد انك تثبتي بقى لما يجي لك الفرصه. يعني الفرصه مش سهل انها تيجي، وانا ما بقولش ان هي اي حد بيجي له الفرصه، في ناس بتبقى محظوظه. انا جالي الفرصه دي واثبتت نفسي فيها، فده اللي بيخليكي بعد كده بيجي لك حاجات تانية احسن، بيجي لك حاجات. انا محظوظه ان جالي اعمال مهمه بصراحه، سجن النساء، اشتباك، شيخ جاكسون، مولانا، الضيف، انا افلام كتير ترجع للقانون للخارجي. بالظبط، نوره، وقت الغروب، انا يعني انا دايما محظوظه في الاعمال اللي بتجيلي بصراحه. اه بحاول على قد ما اقدر ان انا ابقى على مستوى كمان الكرو اللي موجوده. يعني دايما بيبقى المخرج كبير، مدير التصوير، ومهندس ديكور، يعني ان انت تبقي بتحاولي ان انت تبقي على قد مستوى الكرو الكبير اللي انت شغاله معاه. لكن فكره ان انا بتنقل من حته لحته يعني ملهاش علاقه قوي يعني بالشغل. أي ممكن يعني على مستواك أنت شخصيا لا تشعرين بهذا الانتقال، لكن المشاهد من الخارج حينما يتفرج في أعمال مختلفة كوميديا أو أكشن يستشعر هذه النقلة على مستوى المشاهد. انا ما عملتش كوميديا من سمير وشهير وبهير الحقيقه. يعني انا ما عملتش كوميدي من زمان قوي، يعني دي اخر فيلم كوميدي عملته كان سمير وشهير وبهير، ده حقيقي. يعني سمير انا اصلا وشهير ما وبهير بتصنفونيش. هو العمل الكوميدي الوحيد الذي قمت بتصميم أجزائه، لكن أيضا كان الانطلاقة الفعلية إن صح ده حقيقي، القول، ده حقيقي. وأيضا ورسخت يعني، والناس إلى اليوم يتحدثون عن تصميم أجزاء شهير ده وبهير حقيقي، وسمير. ده حقيقي، ده حقيقي. هو يعني قولي. في بعض المتابعين عزيزتي يسألون أنت كمصممة أي الأنواع تفضلين أكثر؟ يعني نحن كنا احنا تحدثنا عن بالظبط احنا اتكلمنا على ده. انا بحب كل ما هو، انا بحب التفاصيل، بحب الـ كل ما هو حقيقي. بحب اعمل الـ الشعبي قوي 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 قوي، يعني ده من الحاجات اللي انا بحبها جدا، وبقى مستمتعه بتفاصيلها جدا. وبحب اعمل التاريخي جدا، اي تاريخ بحب اعمله. وبحب المودرن، بس يمكن انا بشوف ان المودرن هو اسهل حاجه، فبحب اكتر ده. يعني بحب دول اكتر حاجتين بحبهم اكتر من المودرن. يعني حينما نتحدث عن الأعمال التاريخية عزيزتي، ونتحدث عن تصميم الأزياء وعن هيئة الشخصية، كيف يتقبل الممثلون المكياج وتلك التغييرات الجذرية، لون الشعر، تفاصيل الوجه، الملامح، كيف تجدون صيغة ملائمة لتكوني أنت مرتاحة أكثر في تنفيذ تصورك ويكون الممثل مرتاحا في هيئته الجديدة؟ بصي، هو لو الممثل يعني، وده تقريبا معظمهم، الممثل فاهم ان هو بيعمل شخصيه غير شخصيته، ان هو مش طالع بدوره. يعني انا دلوقتي بعمل مع منة، زي ما قلت انا يمكن اكتر واحده اشتغلت معاها منة او احمد مالك، اللي غيرنا أكثر واحدة شكلنا كتير. عجبتيها، عذبتها، عجبت انا منها عذبت منة كثير. شلبي، يعني عذبت منة شلبي حقيقي، لان في وقت الغروب عشان لون الشعر كان صعب جدا اللي انا اخترته، فبالتالي كانت بتصبغ شعرها كل اسبوع، فهي لغايه دلوقتي بتدعي عليا، بس هي تمام يعني. بس هو في الاخر ان هي منا ممثله فاهمه كويس قوي ان هي ممثله، وشخص متعاون جدا. فلما بتقولي لها ان انت لازم هتعملي واحد اثنين ثلاثه، هي ما بتعترضش، يعني هي عارفه انها بتعمل كده. احمد الفيشاوي، احمد مالك نفس الفكره، احمد مالك ياما غيرت في شكله، وعمره ما كان الشخص اللي بيعترض، انه فاهم انه بيعمل شخصيه جديده. هو مش احمد، هو مانس، او هو جاكسون، او هو الشخصيه دي. فالممثل طبيعي انه بيبقى عامل يعني في ناس كتير. يعني مثلا استاذ محمود حميده، زمان مره كنت بتكلم معاه وباخد رايه في حاجه، الحقيقه استاذ محمود حميده قال لي: هو انا بسالك همثل ازاي؟ ده شغلك. فالممثل اللي بيبقى عارف ان انا اكيد في الاخر هريحه، او في الاخر هيعمل اللي هو مرتاح فيه، مش هو مش غصب يعني، هو مش خناقه، هنوصل لحاجه. بس لازم نبقى فلكسبل مع بعض، يعني لازم انا اقول هو هيقول وجهه نظره، وممكن هو يقول وجهه نظر احسن مني بكتير وهقتنع بيها وهوافق عليها، بس هو لازم برضه يبقى فلكسبل، ان هو مش طالع بشخصيته، هو ده الشخصيه اللي في السكريبت. يعني في علاقة بتصميم الأزياء،
يعتقد الكثيرون أن الأمر أسهل إذا كان هناك أقل شخصيات، أو يعني كلما كثر عدد الشخصيات في العمل الدرامي أو السينما كلما كان العمل أصعب. لكن في فيلم الضيف أعتقد كان هناك مجهود كبير جدا، رغم أنه 4 شخصيات، لكن على مستوى تصميم الأزياء وإعداد الشخصية كان الأمر صعب نوعا ما. ده حقيقي، لان هو ده بقى اللي الناس ممكن ما تاخدش باله. مثلا فيلم الضيف، انا بالنسبه لناس كتير في فيلم الضيف لبست الاستاذ بدله ولبست الاستاذ جاكيت وبنطلون وكذا وكذا والموضوع خلص. لا، هي في الضيف ده كان في مجهود الاول، الشخصيه تفكري في شكل الشخصيات دي، عندك 4 شخصيات محتاجين ان هم يطلعوا بشكل جديد تصدقيهم في الحته دي. فهنا الضيف، مش إن جميله لابسه سكيرت وبلوزه، لا هي لابسه سكيرت وبلوزه وشكل شعرها عامل بالطريقه دي، او ان استاذ خالد الصاوي ده اللوك بتاعه. انا معايا، بس عشان بس اقول ان انا معايا كمان طارق مصطفى ميك اب ارتست، احمد مصطفى ميك اب ارتست، هيثم دهب الهير دريسر او الهير ستايلست، دول ناس مهمه في حياتي اللي بيخلوني اقدر اروح بالشخصيه للدرجه دي، اني ما اخافش وانا بقول خالد الصاوي عايزاه بالشكل ده، انه هيطلع كذا او ان الصلعه هيحصل فيها كذا، او ان هو حتى لو حلق شعره دايما مثلا بتشوفي ان لو حلقت شعر ممثل بيبقى فيه لون، فرق لون على الاقل، ازاي تقدري توصلي انك تحسي ان هو مفيش فرق لون بين اللي اتحلق دلوقتي دي تفاصيل يمكن محدش ياخد باله منها. لما تشوفي الفيلم مش هتشوفيه، يعني مش هتحسي ان في حاجه غريبه، بس لما تفكري فيها اي راجل في الدنيا عارف انه لو حلق دلوقتي شعره في ده لون السكين ده غير لون السكين اللي متعرض للشمس مثلا. دي تفاصيل لازم الناس هي مش هتاخد بالها منها، وده اللي يريحني، انك لما تشوفيه محدش هيعلق، وانس ان هو معلقش يبقى انت ماشيه تمام ومحدش خد باله ان في مشكله مثلا. فهي دي بس، ان دايما الناس بتبقى شايفه هي لبست حلو، اه والله كانت لابسه كويس، اه مش هو دي الفكره يعني، ده اخر حاجه يعني، دي اخر حاجه في الموضوع، الشكل اهم حاجه، الشخصيه اللي بتاخدي منها هتلبس ازاي، الشخص ده لما يبقى شكله عامل كده هيلبس ازاي مثلا. يعني اليوم ريمو كأنه التحدي نحو تغيير هذه العقليات، أنه نجاح مصمم الأزياء أو نجاح تصميم الأزياء في أنه الشخصية تكون ملائمة ومطابقة لما وجدت عليه كفكرة، لا أن نتحدث عن الظاهر شكله حلو شعره حلو مكياجه حلو. أعتقد أن مضمون في هذا التفكير. بالظبط كده، الناس تناقش اليوم التفاصيل والحضور بالظبط كده، بالظبط كده، يعني انت ما تبقيش بتتفرجي على، يعني انا مثلا عشان منا مثلا في نواره حقيقي، منا كانت بنعذبها برضو في نواره برضو، يعني هي منا دايما طول الوقت احنا بنعذبها فكره ان انت لازم بتصفري اسنانها، ان انت ضوافرها لازم يبقى شكلها عامل ازاي، دي تفاصيل اللي بتخلي الناس بتحس انك حقيقي، مش ان انت بتعملي دور في منطقه شعبيه في بقك. ان الممثل بقى يبقى فاهم ده كمان ومستوعب ده، دي كمان بتساعدك، لان في ممثلين ممكن ما يبقوش فاهمين ده، او مش مستوعبين ده، او فارق معاه ان هو لا يطلع حلو وخلاص انا مالي هو ملوش دعوه بده، ده برضو بيساعدك. وانا الحقيقه 90% من الناس اللي اشتغلت معاهم او الممثلين او الممثلات اللي اشتغلت معاهم لا هم فاهمين يعني، يعني برضو بيبقوا يعني فاهمين ان احنا ما بنعملش اي حاجه وخلاص يعني. كمان استاذه نيلي كريم من اكتر الناس اللي انا اتبسطت ان انا اشتغلت معاهم، هي بجد ممثله وفنانه وفاهمه يعني ايه ان هي تمثل، وان في ناس شغلتهم الكاركتر، وان ده اتفاق مع المخرج، وهي بتحترم المخرج جدا جدا جدا، وبتحترم المهنه بتاعتي جدا. انا اشتغلت معاها مرتين، مره كان في سجن النساء، وتاني مره كان اشتباك. سجن النساء كان اول تعارف، فكانتش لسه واثقه فيا قوي، بس الحقيقه ان هي في عز ما هي مش واثقه في اللي قدامها هي ما بتعترضش، يعني هي كان طول الوقت عندي حس ان هي معترضه على حاجه بس مش قادره تقولها، مش قادره تقولها مش عشان خاطر هي ما تقدرش تقولها، لانها خايفه تحرجني، او خايفه تحرج الكوافير اللي هيحط لها الباروكه، وخايفه تحرج الماكيور اللي هيشتغل لها، فطول الوقت تحسي جواها حاجه وما بتقولهاش، ده من كتر ما هي يعني شخص بروفيشنال، وشايفه ان هي ده شغلتنا ان احنا نعملها، وفي نفس الوقت هي خايفه تحرج اللي قدامها. فده كنت انا بحسه فيها بصراحه، وببقى يعني نفسي اقول لها اتكلمي بس انا برضو متوتره.
لغايه ما عملنا البروفا، وهي حبتها واستاذه كامله اتبسطت الحمد لله، وهي كمان صدقت الشخصيه واقتنعت. فدي كانت اول كسره في ان احنا نكسر فكره ان احنا ان هي مش واثقه فيا يعني. وبعدين كملنا المسلسل كله بصراحه بطريقه لطيفه جدا، وكان عندنا تغييرات كتير في المسلسل، سنين بتعدي وشكلها بيتغير، و يعني بنعدي بأحداث كتير في المسلسل. وبعد كده عملنا اشتباك، فالحقيقة في اشتباك كان الموضوع أسلس، لأن هي كانت خلاص وثقت فيا، وما فيش إن هي مش يعني مش لسه بتجرب، يعني مش لسه بتجربني وشوف أنا هعمل إيه. فكان البروفا سهلة جدا، ومن أول مرة يمكن عملنا الفيتنج كان سهل وبسيط، واتبعت للأستاذ محمد دياب ووافق عليه، ما خدناش أي وقت باختيار الباروكة بكل الحاجات. فحقيقي نيلي من الناس اللي فعلا فنانة وممثلة شاطرة قوي قوي، الواحد يتبسط انه يشتغل معاها، وفاهمة يعني ايه كل واحد ليه مهنته وكل واحد ليه تخصصه اللي بيقدر يتكلم فيه. هي كلمة السر كنت تحدثت عنها ريم، هي أن يكون الممثل ممثلا حقيقيا، سيفهم طبيعة عملك وسيفهم أن تلك متطلبات الشخصية. في نفس السياق هناك من يسأل من المتابعين عن الأساسيات التي تختارين بها المكياج في علاقة بالشخصية. يعني انا مثلا انا الميك اب، انا بشوف ان الميك اب عموما في السينما هو معمول عشان تصلحي حاجه، يعني عندك ديفو بتصلحيه، يعني عندك مشكله عايزه تعالجيها، اصلا ده فكرتي عن الميك اب اصلا يعني، مش عموما. فلما بنيجي نعمل شخصيه، انا اهم حاجه عندي ان انا ما احس في حاجات كتير بنحطها، وفي ميك اب بيتحط طبعا، وطبعا هم يعني اللي بيعملوا ميك اب بيتكلموا فيها احسن مني، انا بقول انا عايزه الشكل عامل ازاي وهم الحقيقي بينفذوه بخبرتهم هم، وده بس مفيش حاجه بختار الميك اب عامل ازاي. يعني انا بالنسبه لي برضو هعيد تاني، يعني الميك اب بتاع خالد الصاوي عشان يحسسك ان هو ده المفكر الكذا اللي في الضيف، احمد مالك في اشتباك ده ولد طول الوقت في الشارع، السكان بتاعته طول الوقت متعرضه للشمس، لازم تكتشر وشه نفسها ما تحسوش انه بيلمع، تحسيش انه هو مستحمي طول الوقت، وما تحسيش ده ميك اب. يعني هي دي الفكره، الكاركتر اللي بيحدد الناس هيبقى شكلها عامل ازاي. عادي وممكن تبقى واحده طالعه فاشونيستا، فعادي هيبقى ليها شكل معين وبتحط ميك اب بطريقه معينه، انا مش بمنع الميك اب عشان انا بغلس عليهم، يعني هي الفكره ان الكاركتر محتاج ده ولا لا. هي رايحه فرح هتحط ميك اب، يعني مش هقولها اغسلي وشك وانت رايحه الفرح يعني. بس يعني هنا المهتمين بمجال تصميم الأزياء السينمائية أو الدرامية يجب أن يفهموا أن المكياج هنا يخرج من سياقه العام في علاقة بالتجميل والزينة. هنا المكياج يمكن أن نستعمله لجعل الممثل في صورة أبشع مثلا، أو لعمل جرح في وجهه، أو بالظبط يعني بالظبط. المدارس الحديثة للميك اب المكياج وليس السينمائي للميك اب. غير المكياج بيوتي ميك اب حاجه، والسينما ميك اب ده حاجه تانية. يعني في ناس يعني ده ميك اب دراما، ولازم اللي بيبقى بيشتغل بيبقى قاريه. يعني انا استاذ طارق مصطفى ولا اي حد من اللي يعني طارق اكتر واحد انا بشتغل معاه الحقيقه، بيقرا الورق وبيقول لي وبيقترح عليا، وبقول له طب تعالى نعمل كذا، فيقول لي طب ما تيجي نتخن حواجب، فاقول له لازم يبقى هو كمان فاهم المهنه، مش مجرد بينفذ اللي انا بقوله، يعني مش مجرد بقول له انا عايزه واحد اتنين تلاته فيخش يحط مكياج، يعني مش دي مش الفكره خالص. يعني ده يمكن كانت فكره زمان، يمكن كان بيحصل كده قبل كده، بس هو ده مش موجود في العالم يعني كله. ريم، كنت قد خضت تجربة في مجال تصميم الأزياء في المسرح مع استاذه شريهان. شريهان نعم، ده كيف حقيقي. كان خاصة أنه في المسرح هناك يعني سرعة تغيير الأزياء على المسرح والمسرح مكشوف، وكيف كانت هذه التجربة؟ احنا مبدئيا احنا ما بنعرضش هوا، يعني هي المسرحيه مش على بعضها، ففكره سرعه تغيير الازياء دي ما كانتش عندنا. احنا بنصور المسرحيه فهي مش هوا. انا اتعلمت كتير قوي 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 في المسرحيه دي الحقيقه، اتعلمت اصلا يعني انا طبعا كنت رايحه حقيقي ما اعرفش فكره الدانسرز، انت بتستخدمي ايه للدانسرز، وازاي اللبس لما ترفعي يرفع رجله، ايه القماش اللي تستخدميه. فانا حقيقي
خدت اتعلمت كتير، وتعلمت من شريهان نفسها الحقيقه، استاذه شريهان هي علمتني كتير جدا جدا جدا، يعني ايه اللبس بتاع الاستعراض. يعني انا شخصيا ما كانش عندي اي فكره عندها، يمكن حاولت ابص شويه اول ما جت لي المسرحيه او اقرا شويه، بس ما كانش عندي فكره عن ده خالص وما نفذتوش قبل كده. فانا اتعلمت من استاذه شريهان ازاي تعملي الاستعراض باللبس، ازاي اللبس ينفع في الاستعراض، وامتى ينفع وامتى ما ينفعش. فدي من الحاجات اللي اتعلمتها جدا، وبصراحه كانت تجربه حلوه قوي قوي مع استاذ هادي الباجوري. وبس بس ما اعرفش طلعت ازاي، ما شفتهاش يعني، ان شاء الله لما تطلع اتكلم عنها اكتر. يعني هي كانت كوكو شانيل يعني. جميل أن نوع التجارب، لكن لنعد عزيزتي للحديث عن تلك الروح والوقت الذي تبقينه على الشخصية في طور إعدادها. يعني هناك تكونين على ذمة الشخصية معظم الوقت، يعني من حال تسلمك للسيناريو أعتقد يعني أنك تنغمسين فيه، تنعزلين عن العالم وتشرعين في رسم شخصيتك وذلك العالم. يعني كم يتطلب هذا من من الانعزال بين الظفرين عن عالمك الخارجي، وكيف تكون هذا التماهي والانصهار مع الشخصية المكتوبة؟ اوكي، هو كل عمل بيختلف عن الاخر بصراحه، يعني ممكن عمل اقعد فيه اسبوع وممكن عمل اقعد فيه 3 شهور، فهو على حسب كل عمل بيبقى متطلب ايه. زي وقت الغروب مثلا، وقت الغروب كان انت ما ينفع، انا عموما لما بعمل عمل درامي ما بقدرش اخد معاه عمل تاني، يعني هو محتاج تفرغ مني تام، ما بقدرش يبقى عندي حاجتين. بس انت بتتفرغي قد ايه على قد العمل؟ لا، ممكن عمل اقراه واقعد 2 3 افكر وابدا ارسمه ويبقى الستابس بتاعته سريعه. وفي عمل تاني بيحتاج ريسيرش كبير قوي قوي قوي، يعني انا في وقت الغروب طلبت ان انا هقعد شهر اعمل ريسيرش، بس شهر بعمل ريسيرش وبحط حاجتي وبعمل كذا، وبعد كده ارسم، بعد كده اقعد مع استاذه كامله. في اعمال كده وعمل كده، كان الشوارع الخلفيه برضو لانه كان تاريخي نفس الفكره. في حاجات التاريخي بياخد مجهود اكتر في ده، فكل عمل مختلف عن التاني، يعني ما اقدرش اقول لك انا قعدت في الضيف شهر افكر، يعني لا برضو الصراحه برضو يعني مش حقيقي. فكل عمل بيختلف عن اللي بعده يعني. لكن في كل الحالات تعطينا من روحك ومن نفسك ومن وقتك لهذا ده العمل. حقيقي، ده حقيقي. حتى في الإعلانات ريم العدل لها بصمتها الفنية، يعني بعض التعليقات تسأل عن تيشيرت الممثل في الإعلان وتسأل عن تصميم، يعني هناك بصمة خاصة ونوع من يعني تفرد في صناعة الأزياء، لدرجة أنه تشد الناس. يعني الإعلان في الأصل عن شيء معين، لكن الناس تتحدث عن الزي وعن اللبس. جاكيت جاكيت علي جاكيت، ربيع. أنا عايزة الجاكيت. جاكيت علي ربيع. بصي هقول لك على حاجه عشان برضو نبقى فار، الاعلانات مش ما فيهاش مساحه الابداع اللي انت بتقدري تعمليها في فيلم او كده. برضو الاعلان بيبقى شطارتك في تنفيذ او تترجمي اللي المخرج عايزه اكتر من ان انت تبقي بتملكي مساحه من الابداع. يعني فانت الكلام مع المخرج اكتر، البريف بتاع المخرج طول ما هو قدر يوصله لي صح انا هقدر انفذه صح. الجاكيت ده مثلا استاذ احمد حسين هو المخرج وهو اللي طلب ان الجاكيت يبقى عليه حيوانات، انا جبت الباترن انا وريته له هو فعليا انا نفذته، بس في الاخر مش مالكيش نفس المساحه الحقيقه بتاعت الدراما. انا عشان كده انا يعني انا اكتر بحب ال 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 الدراما، يعني انا بحب الدراما اكتر من الاعلانات. بس طبعا في ناس انا بحبهم جدا 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 في الاعلانات، بحب اشتغل معاهم جدا، زي استاذ احمد حسين زيات، استاذ نادر نكوري، وهم لان احنا بنبقى فاهمين بعض اكتر، انا ببقى فاهمه البريف بتاعه بسرعه، وببقى فاهمه وانا بنفذ ده ان ده هعمله، يعني ده انا عارفه ان هو لو عملت ده هو هيبقى شايف ان هو ده اللي هو عايزه، مش هنجرب مع بعض. غير لما بتبقي فيه مخرج تاني اول مره بتشتغلوا مع بعض
يبقى لسه في انا مش عارفه دي وجهه نظري هتعجبه ولا لا، لا ده هيترفض ولا لا. الموضوع ما فيهوش المساحه برضو بتاعت الدراما، ودايما وقته اسرع، يعني دايما عندك اعلان بعد بكره هيحصل فيه كذا، ففكره التجربه مش وارده. فيلم برضو بيبقى عندك مساحه ان انت تجربي وترسمي ده وتقطعيه وتشيليه وتقولي لا هرسمه بطريقه تانية، وتقولي ويعترض المخرج او يبقى عنده انبوت تاني فتروحي رسمه من اول وجديد. في مساحه عن الفيلم او المسلسل عن الاعلان يعني. ريم، من بداية الحديث إلى الآن تقدمين نصائح ورسائل بطريقة غير مباشرة كيف تكون مصممة أزياء ناجح، دون يمكن دون أن تتفضلي. تحدثت عن الموهبة، تحدثت عن المرونة في التعامل مع المخرج ومع الفريق، مع كامل الفريق الذي ينفذ العمل. تحدثت عن كونك تتفهمين كل مجال، مصور، يعني الميك اب ارتست، تتفهمين حدود عمل كل فرد، تقتنعين براي الاخر، تستمعين والاستماع الى راي الاخر عاده ما يفضي الى ثراء في الفكره. كانك اجبت يعني عن اسئله بعض المتابعين الذين يريدون كيف تكون الاجابه على السؤال كيف تكون مصممه ازياء ناجحه. بصي السؤال ده دايما يعني ده اكتر سؤال بنساله يعني. بصي هي ما فيهاش كيف، بس عشان بس نبقى واضحين، احنا مش شغلانه ينفع يبقى الصبح قرر ان هو يبقى مصمم ازياء فيقدم السي في بتاعه في حد يعينه. ليها درجات، فليها درجات ان لازم تبقي تريننج، ولازم تريننج ده ملوش وقت، انت وحظك وانت وشطارتك وانت فرصتك اللي هتجيلك هتبقي تريننج، هتبقي بعد كده مساعده تانية، هتبقي بعد كده مساعده اولى، او يعني بره بيقولوا كاستيوم سوبرفايزر، يعني هي اللي هي اللي عامله كده، ويارا اهي دخلت، دي يارا السوبرفايزر اللي معايا دخلت اهي، فهي يارا المساعده الاولى عندي. هي اللي بتبقى الشغل بيتقسم. كان في حد سالني انت بتقسمي الشغل ازاي؟ الشغل بيتقسم كده، ان انا عندي تريننج، عندي مساعد تاني، ده مساعد، وبعد كده مساعد تاني، وبعد كده مساعد اول اللي هو السوبرفايزر. السوبرفايزر ده اللي هو مكاني، لو اي حاجه حصلت هو يقدر يتصرف، وهو اللي بيحرك اللي تحتيه. فده ده تدرج الحكايه. الاسئله برضو من الحاجات اللي جت، بناخد وقت قد ايه؟ الحقيقه ان ملهاش وقت. في ناس هتقعد سنه، وفي ناس هتقعد سنتين، في انا قعدت 3 سنين، وفي ناس قعدت سنتين، وفي ناس قعدت سنه، وفي ناس قعدت 4 شهور. كل واحد وعلى حسب الفرصه، ولازم تمسك في الفرصه انك تجي لك، ان انت قررت ان انت هتشتغل مع فلانه او تريننج مع فلانه، ما تستعجلش ان انت مش عايز تبقى تريننج وقت طويل. انا خلصت التريننج بتاعي خلاص، قعدت اسبوعين، هي مش بالاسبوعين خالص. الحاجه الثانيه اللي برضو عايزه اتكلم عليها الرسم، عشان في ناس كتير قوي بتسالني هو لازم نبقى بنعرف نرسم؟ مش لازم تبقى بيكاسو، ومش لازم تبقى عظيم في الرسم، انت بتوصل فكره. وانا اي حد، انا مقتنعه ان اي حد عايز يرسم هيعرف يرسم، انا مش بقول ان احنا انت بتوصل فكره. يعني انا شخصيا بالمناسبه الرسومات بتاعتي اللي الناس بتشوفها، انا ما برسمش الرسمه من اولها لاخرها. اي حد في الدنيا هيدخل على جوجل هيكتب printing models for sketching، هيطلع له كل المودلز اللي في الدنيا، تخين ورفيع وقصير وطويل، وهيحط الورقه فوق الورقه على اي ترابيزه ازاز، ويحط اباجوره تحت، هياخد الاوتلاين خلاص بتاعها، ويحط عليه الفستان، هيحط عليه البدله، هيحط عليه ده، وياخد بقى من الاوتلاين بتاعه ده. ففكره انا ما بقولش انك لازم تبقى، بس انت لازم عندك ده، وهتحارب على ده، وهتعرف. اي حد في الدنيا هيمسك قلم وورقه زي ما انا بقولها كده شرحتها هيعرف يعملها. فده ما يخوفش حد، بس هو لازم يبقى موجود. يعني فكره انك تطلع ريفرنس للشخصيات دي مش حاجه صح ومش موجوده. ريفرنس انت في دماغك عندك ده وعندك ده وعندك ده وعندك ده، بس انت هتلمه في الاخر وتطلع فكرتك للشخصيه دي. فده جزء مهم. يعني ايه تاني ممكن نقوله في عشان يبقى يعني مصمم ازياء؟ بس فكره انك لازم تبقى عندك طاقة، لأن الموضوع مجهد، وإن أنت تبقى دؤوب، وإن أنت ما تفوتش فرصة تجيلك إنك تعمل كذا، وإنك ما تزهقش، وإنك تحب الشغلانة بجد وشايفها مهمة. مش أنا بلبس حلو، مش أنا طب ما أنا صحيت الصبح أنا عايزة أبقى مصممة أزياء أو يعني ستايلست، لأن هو دي برضو اللي بيقولوها كتير. فمش دي الحكاية، حب الشغلانة وحس إن هي مهمة
للعمل، انت مهم للعمل مش مهم للممثل، انت مش مهم يقولوا انا لبست فلان حلو. لو انت في ناس شغلتها كده يعني، هي شغلانه بس فيها حاجات كتير، في ناس بيرسونال ستايلست، وفي سيلبرتي ستايلست، وفي فاشن ستايلست، دول شغلانات تانية، دول اهم حاجه عندهم وناس شاطره جدا. انا شخصيا ما اقدرش اعملها يعني، انا لو حد جه طلب مني اعمل غلاف مجله كفر انا ما اعرفش اعمله، لان دي مش شغلتي. انا شغلتي محدده، انا بعمل كاركتر في عمل فني، بفيد العمل الفني، بفيد الممثل، الممثل يحس انه جوه الشخصيه. لكن فعشان حد يشتغل الشغلانه دي ما يفكرش فيها ان هو قصه بيلبس حلو او ان الموضوع سهل وان اي حد بيعرف يعملها، لا، حب الشغلانه وحس ان هي مهمه زيها زي المخرج ومدير التصوير، طبعا هم اعلى، بس يعني هي مهمه في العمل زيهم بالظبط. يعني هنا نفهم أنه يجب أن تكون لمصمم الأزياء المقدرة على تبليغ الفكرة وتوصيل الفكرة، هذا هو المهم، وهذا طبعا يتطلب نوعا من المعرفة، نوعا من الاطلاع على مجالات الأزياء، الميك اب، آخر صيحة في الشعر القديمة والجديدة، يعني قديما وحديثا. هذا هو يعني بعض الحد الأدنى من مجالات مختلفة مع المرونة والقدرة على تبليغ الأفكار. من بعض الأعمال الأخرى التي يتحدث عنها الناس ومن التجارب الراسخة، في كل يوم، في كل أسبوع يوم جمعة، أسبوع يوم جمعة. يريدونك أن تتحدثي عن هذه التجربة لأن الكثيرين يعني راقتهم، كيف أنا كان يعني في كل أسبوع يوم جمعة من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها، يعني ده آخر العنقود، دي آخر حاجة عملتها فبحبه جدا جدا جدا. المسلسل كان بالنسبة لي جديد، والفكرة جديدة، والنوع ده جديد، والبلاتفورم أصلا، فكرة إنك تعرض على بلاتفورم ده كان بالنسبة لي غريب. أستاذ محمد شاكر راجل عظيم حقيقي، ومن الناس اللي حقيقي 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 حبيت الشغل معاهم جدا. وأصعب حاجة كانت في المسلسل هو كان آسر، لأن فكرة إن آسر جان محدش يقدر يقول حاجة غير كده، فاللي أنت إزاي تخاف منه أو تتوتر منه أو تحس إن هو ده، وإزاي تساعد آسر إنك تديله التولز بتاعته إن هو يقدر يعمل ده. وطبعا في حاجات بتيجي في دماغك طول الوقت، طب الناس هتتقبله ازاي؟ يعني هي على شعره، يا اما الناس تهزر وتبقي انت دمرتي المسلسل خالص، يا اما الناس تصدقه. والحقيقه خد منا تفكير شويه مع استاذ محمد شاكر، طب نحلق شعره، لا نطول شعره، طب نجرب، طب نعمل، وعملنا البروفه. والحقيقه ان سبحان الله من اسلس البروفات اللي اتعملت في الحياه، وكانت لطيفه جدا. استاذ هيثم دهب اللي عمل الباروكه، واستاذ احمد مصطفى اللي عمل لي الدقن، واستاذ طارق مصطفى اللي عمل معايا بقيه الميك اب والكاركتر. فكانت حلوه وتصدقت، وانا حبيت عماد يعني. منا طبعا كنت اشتغلت معاها مرتين قبل كده، انا اسف كنت اول مره اشتغل معاه، كنت مش لسه عارفه تقبله، مدى تقبله لده. والحقيقه ان هو شخص حقيقي مريح جدا، وكان بيستحمل 3 ساعات كل يوم ميك اب قبل التصوير. منا كنت اوريدي اشتغلت معاها مرتين، وقعدنا شويه كتير عشان نفكر ازاي الفلاش باك، وازاي احس انها اول ما ترجع لورا لازم يبقى شكلها مختلف من غير ما يبقى في حاجه. والحمد لله ان احنا وصلنا للاخر لده. وبالمناسبه فكره الشعر الاصفر هي فكره استاذه منا مش فكرتي، فده اللي انا بقول لك عليه يعني. ده انا ما كانش دي فكرتي خالص ان الشعر يبقى اصفر، بس هي لما قالت ده وعملت ده انا كنت متقبله ده، وكان كنت حابه ده. بس ايه تاني؟ يبدو أن نجاح الأعمال هذا هو السر فيه، أنه النقاشات، أنه لو يعني لا يوجد تعصب لرأي واحد، يعني لو أعجبتك فكرة من الممثل أو من المخرج تحاولون أن تجدوا نقطة التقاء، وبهذا الشكل يكون العمل. طبعا طبعا يعني، ما استاذه سوسن بدر مثلا برضو في المسلسل، انا في الاول كنت عايزاها تلبس تيرات وبتاع وطويله وكده، وهي اللي اقترحت البدل والبنطلونات، وانا ما كانش عندي اي مشكله في ده الصراحه، واشتغلنا على ده. انا مثلا كنت عايزاها تلبس التربوعه والحجاب، هي ما كانتش مقتنعه، فقعدنا نتكلم طب نعمل بروفه، فعملنا البروفه فارتاحت. فهو ده اللي بيخلي الشخصيه تطلع في الاخر صح،
انك تصدقيها، لان انا ممكن اقول لها لا انا هتعملي كذا فتقولي لا فتبقى خناقه، او يبقى هي وجهه نظرها احلى او كده انا ما شفتهاش. يعني اي ممثل في الدنيا عنده وجهه نظر، ما هو بيقرا بيتخيل برضه، والمخرج هو بيقرا بيتخيل وانا بتخيل، فبالتالي دول اللي لازم نوصلهم لبعض عشان يبقى حاجة كل واحد بيفتح لنفسه مجالات اخرى يعني في التفكير يعني. هذا هو يعني نخرج من ظاهر الشخصية وننغمس في خلفية الشخصية، يعني ممكن المكياج والأزياء يحملوننا إلى طفولة الشخصية إلى طبعا ماضيها، وهذا هو المطلوب، يعني أن نبتعد عن السطحية في التعامل مع الأزياء وميك اب الممثلين، وهذا ما تمضينا فيه. بالظبط كده، بالظبط كده. انت لازم تصدقيها للاخر، لازم تصدقيها للاخر. ما اول ما هتقفي كمشاهد يقول ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، هي يعني جايه من هنا وعامله كده، انا وقعت خلاص كده، وقعت الناس معايا، وقعت الممثل، ووقعت كادر المخرج، ووقعت الحوار اللي بيتقال، لان محدش هيسمعه لانه ركز في حاجه تانية، هو ساب المشهد اللي شغال وبص على خصله شعر او دقن واقعه او اي حاجه هنا، لا او صاحيه من النوم عامله ازاي، او حاطه ميك اب في الوقت ده وهي نزلت بسرعه ما لحقتش، كل ده انا ممكن ابوظ لمخرج شغله، انا ممكن ابوظ حوار، انا ممكن ابوظ للممثل تمثيله، ان حد يتشتت في لحظه انه يعمل حاجه تانية. مجهدة ريم هذه التفاصيل بس وتلك حلوه، المتابعة لأدق بس حلوه ممتعه، اول ما بتتفرجي عليها بتتبسطي يعني، حتى لما بتشوفي غلطات، وحتى لما بتقولي انا كنت عايزه اعمل كده هنا او كذا، بس انت فكره ان انت بتشوفي الرسمه بتاعتك دي بتطلع شخصيه في الاخر وتبصي عليها والناس تقول لك برافو، ده بيريحك وبتبقي عايز تعملي اللي بعده وتتبسطي اللي بعده. انا بالنسبه لي الشغله ممتعه، ممتعه مجهده يمكن في وقتها وكل الحاجات، بس هي ممتعه يعني انا بحبها قوي بصراحه. بعد كل هذه الأعمال التي قدمتها ريم العدل وهذا التنوع وهذا الحب الذي يظهر من خلال تصميم الشخصيات، ألا تعتقدين أنك صعبت على نفسك الأمر بعض الشيء؟ لأنه أعتقد أنك من بين الأشخاص الذين يسعون دائما إلى الارتقاء إلى درجات أخرى، لا تريدين أن تبقي في نفس الدرجة، فأن تقدمي أشياء أخرى تلفت الانتباه بطرق مختلفة سيكون مجهد ومتعب لك ستتعاملين معه. يعني انا بشوف ان كل حاجه يعني اكيد ده مجهد، واكيد ان انت عايزه تعملي طول الوقت الاحسن واللي فات غير اللي قبله، وده بيديكي تشالنج اكتر انت هتعملي بقى ايه المره دي. بس انا برضو يعني الحمد لله بشتغل مع مخرجين مهمين يعني، ودايما اعمالهم كبيره، وانا بحب مخرجيني قوي يعني فدايما انا عارفه ان انا اكيد هعمل مع استاذه كامله حاجه كويسه، ودايما عارفه ان انا لما اشتغل مع استاذه مريم ابو عوف هعمل حاجه كويسه، وعارفه ان انا لما اشتغل مع شكر هعمل حاجه كويسه. ففي في في كده استاذ محمد دياب، مش عايزه ابقى انسى حد، بس انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله حظي حلو. هقول لك تاني ان الموضوع فيه حظ، ان الناس دي احنا ارتحنا مع بعض، فانا بقدر اشتغل معاهم فبنقدر نطلع شغل كويس يعني. الحظ الحلو، لكن نريد أن نجيد استغلال الفرصة والحظ الحلو. بالظبط أنت لم يكن حظك حلو وبقيت مكتوبة الآية، أجبت استغلاله، وكأنك تثبتين لمن حولك أنك أنت قادرة على أن تكوني مصممة جيدة بعيدا عن اسم العائلة المعروف، والذي أعتقد أنه في بعض المواقع أضرك أكثر من طبعا كونه نفعك. طبعا طبعا طبعا. هي لا يعني انا برضو انا هقول لك ان هم اكيد انا استفدت من اسم العيله برضو يعني، ده برضو جزء انا اكيد استفدته، يمكن لو انا ما كنتش اسمي كده ما كنتش هبقى عارفه استاذه كامله من غير ما ابقى هي لسه يعني، انا اعرف استاذه كامله من وانا اصغر من كده، فهي عارفاني على الاقل لما بتشوفني هنسلم على بعض، فيمكن ده يخليها تفتكرني لما تيجي تعمل سجن النساء مثلا. فده برضو فادني يعني، مش هقول ان انا ما استفدتش. ساعات بيبقى لود عليكي جدا ان انت مش عايزه بس تسمعي تقولي ده هي بتشتغل عشان كذا، لا انا استفدت، هم فادوني اكيد 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 اكيد. لو ما كنتش بنت العادة كنتش عملت الشوارع الخلفيه مثلا،
فاكيد انا استفدت منهم، بس ازاي تثبتي بقى ده، وانك ما عملتيش وقت الغروب وحد طلع لك حاجه، يعني ما حدش قال لك بقى بص عامله وقت الغروب عامله ازاي، لا كنت قدها. فهو ده دي الفكره يعني. انا استفدت من اخويا مثلا، انا عشان خاطر اشتغل مع ناهد نصر الله، استاذه ناهد نصر الله انا اسفه، اللي وداني كان كريم العدل مثلا، اخويا المخرج كريم العدل هو اللي وداني، لو هو ما كانش خش في العيله دي مش هو هيعرفه، مش هروح يعني. هي في الاخر فيها الحقيقه استفدتي من حاجات، اكيد استفدتي من حاجات، بس ازاي تثبتي. انا بقول لك الفرصه فيها حظ وفي فرص بتجيلك، امسكي بقى في الفرصه وما تقعديش ما تقوليش انا كده كده هشتغل هنا او كده كده هعمل اعمالهم. يعني انا كان فارق معانا، انا اول مسلسل اعمله كان مسلسل الادهم مع استاذ وائل عبد الله، اللي انا ما اعملش اول مسلسل في العدل جروب، فده كان فارق معايا من تاني مسلسل. لما كلموني ورحت وعملت قصه حب مع استاذ ايمان حداد، ده بقى بعد كده، بس اول حاجه لا انا ما عملتهاش، وده كان فارق معايا ان انا اول مسلسل اعمله كده بس، والحمد لله ان انا قدرت يعني اثبت نفسي يعني. شاهدت أعمال كثيرة لريم العدل سواء في الدراما أو السينما، والآن عرفت السر، الاعتراف بفضل الناس الذين ساعدوك في البداية، يعني الإصرار، دخول الميدان من باب مهني لم تستخفي بهذه المهنة، تحاولين دائما أن تتعلمي، تحاولين دائما أن تطرقي أبواب المعرفة، تعترفين بمجهودات الآخرين، يعني كل هذا المزيج لا يمكن إلا أن يصنع فنانا مؤمنا بما يقدمه، وبالتالي يكون العمل صادقا ويشد إليه الجماهير. فعلا يعني سعيدة جدا بهذه المحادثة، سعيدة لأني اكتشفت يعني الفنان دائما نشاهد أعماله، نشاهد انعكاس له في تصاميمه، في شخصيته، لكن الجانب الإنساني الذي يظهر في العفوية وفي طريقة، حتى أنك لا تريدين أن تنسي بعض الأسماء، طريقة حديثك عن كريم العدل شقيقة، يعني هناك أثر يعني طيبة في نفسك لكل من ساعدك، وهو ما يتجلى في حديثك. فعلا متابعي ريم العدل يريدون أن يعرفوا ما هي الأعمال التي تشاركين فيها هذه السنة. السنة دي ما أنا ما عنديش، عندي مسلسل نمرة 2 مع شاهد، كل مخرج عنده حلقة، عملت الحلقة بتاعت أستاذ هادي الباجوري دي خلصت خلاص، وبس ده دي آخر حاجة عملتها يعني، لسه ما نزلتش. وعلى صعيد تصميم الأزياء وفي علاقة بهذا المجال، هل تفكر ريم العدل في أن يكون لها يعني تصاميمها الخاصة، ماركتها الخاصة يعني في هذا؟ لا، ما هو ده اللي انا لسه كنت بقوله لك، ان الفكره ان ده شغلانه ودي شغلانه، ده حاجه وده حاجه. في ناس شغلتها ان هي تعمل ده دي مش شغلي، انا بشتغل على كاركتر او بشتغل على سكريبت او عمل درامي، فمش اللي هو هيبقى عندي لاين او ان يبقى عندي فاشن ستوديو او دي مش شغلتي يعني خالص، ومش ما اعرفش اعملها يعني، مش هقول ان انا مش بعرف اعملها اصلا. أنا سألت هذا السؤال عن قصد لكي يعرف المتابعين ولكي يقتنع الجميع أن ريم العدل تقوم ب الناس تبقى فاهمة إن هي الشغلانة مش مجرد لبس، عموما اللبس ده دي شغل كتير يعني، على الريد كارت في ناس بتبقى بيرسونال ستايلست زي ما قلنا، في ناس بتبقى بتعمل فوتو شوت، في ناس بتاعت سيلبرتي ستايلس، دي شغلانات تانية خالص، وفي ناس بتعرف تعمل الاثنين، عشان بس يعني في ناس بتبقى كاستم ديزاينر وفاشن ستايلس وكل حاجة. انا لا، انا مركزة جدا وشايفة ان هي شغلانة مهمة جدا في الحتة دي، وبحب اعمل الدراما اكتر، بحب اشوف شخصيتي اكتر، الشخصية اللي انا بخلقها كده من اولها لاخرها دي بالنسبه لي اهم، وبشوفها مهمه جدا 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 في العمل الدرامي. فانا ما بحبش اشتت نفسي يعني، هو دي شغلتي اللي انا بحبها اللي هفضل اشتغلها طول الوقت،
ف يعني كتير بيقولوا لي انا بدرس فاشن وكذا وعملت كذا وعملت كذا وعايزه ممكن تبقى، بس هو انت لو انت فاهم ان انت هتيجي معايا هتتعلم مني حاجه من دي، لو مش هتتعلم مني ده خالص، في ناس تانية تقدر تتعلم منها ده، ممكن تتعلم مني ازاي ده. ونحن نحبك لأنك ثابتة على هذا المبدأ. يا رب. عزيزتي ريم، دائما يعني مصمم الأزياء أو العامل في مجال السينمائي، هناك مخرج يتمنى أن يعمل معه. أنت عملتي مع أسماء كبيرة أضافت لك وأضفت لها، وكان هناك تعامل جيد، ترجمت في أعمال أحبها الجمهور. من من المخرجين الذي ترغبين في العمل معه، يغريك العمل معه؟ أستاذ محمد ياسين، نفسي أشتغل أستاذ محمد ياسين. والمخرجات؟ والمخرجات، أنا الحقيقة المخرجات الحمد لله كلهم بشتغل معاهم، يعني أستاذة كاملة فكري، أستاذة مريم أبو عوف، وأستاذة هالة خليل، فالحمد لله أنا بشتغل معاهم يعني. مش من من الممثلين أو الممثلات التي لم تعملي معهم وتتمنين أن تصممي شخصية لهم؟ يعني ما مش ما اعتقدش ان انا في حد ما اشتغلتش معاه، يعني انا الحمد لله يعني معظم الممثلات والممثلين اشتغلت معاهم، فما فيش حد في دماغي دلوقتي اقدر اقول ان انا نفسي اشتغل معاه وما ما حصلش يعني. تقريبا انا كل الناس اشتغلت معاهم الحمد لله يعني. أفكار الشخصية التي تم تعذيبها، لمن تمنحيه؟ منى شلبي اكتر واحده عذبتها في الحياه ولسه هعذبها اكتر وهي عارفه وهي متقبله التعذيب الحقيقه. انا منى من اكتر الناس اللي احب اشتغل معاهم. في ناس اشتغلت معاها كتير زي منى، احمد مالك اشتغلت معاه كتير، احمد الفيشاوي اشتغلت معاه كتير، والحقيقه كلهم ناس اشتغلت. وشيكا حبيبه قلبي شيكا شيرين رضا من اكتر الناس المتفهمه جدا للمهنه، ودايما بنعمل مع بعض شغل حلو، ودايما بيبقى كل اللي انا قلتهم هم دايما الشخصيه دي غير الشخصيه الثانيه غير الشخصيه الثالثه، وهم فده بيبقى ممتع، بيبقى عندك ممثل عنده القابليه دي، ده بيبقى ممتع انك تفكري براحتك يعني. خارج مصر عزيزتي، من هل هناك بعض المخرجين أو الممثلين الذين يشدونك للعمل معهم؟ يعني اكيد كل واحد عنده طموح وان الواحد نفسه يعمل فيلم، يعني انا عندي فيلم المفروض ان هو يتعمل بره، استاذ هشام عبد الخالق، وهو اسم الفيلم المسيح واخرون، كتبته لي حد دلوقتي المسيح صح، المسيح وآخرون. واخرون. انا ساعات بشوف مصممين ملابس بره بقى نفسي اروح اشتغل معاهم، يعني انا في كولين اتوود انا نفسي اروح اساعدها، يعني ما عنديش اي مشكله خالص ان انا يبقى في الست دي اروح طول عمري اروح اتفرج عليها بس وهي بتشتغل مثلا يعني. شكرا ريم، شكرا لأنك فنانة، شكرا أكثر لأنك إنسانة. محظوظون فعلا الممثلين الذين عملوا معك، محظوظة أنا بهذا الحوار. شكرا جزيلا ومزيدا من شكرا لك، التألق والنصائح. شكرا، ميرسي.